المسائية من القناة الثانية، أهلا بكم ونستهلها بأبرز العناوين. المنتخب الوطني الأولمبي ينهزم أمام نظيره الأوكراني بهدفين لهدف ويؤجل تأهله إلى ربع النهائي. عملية مرحبة متواصلة في جميع نقاط العبور و 168 ألف مسافر عبروا ميناء بن نصار بالناظور. وبمدينة شفشاون إعطاء انطلاقة تجهيز مركز باب تازة بشبكة الصرف الصحي، مشروع رصد له أزيد من 50 مليون درهم ويروم تطوير البنيات التحتية. وضمن سلسلة الروبورتاجات الخاصة بعيد العرش نتناول ورش مدن الكفاءات والمهن الهادف لخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين. أهلا بكم. في ثاني الاختبارات بدور المجموعات انهزم المنتخب الوطني الأولمبي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أمام المنتخب الأوكراني بنتيجة هدفين لهدف، هزيمة ألقت بالمنتخب الوطني في المركز الثاني بثلاث نقاط بالتساوي مع كل من العراق وأوكرانيا والأرجنتين. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء سلوان. خسارة لم يكن ينتظرها مشجعو المشرف حكيمي شباك الأوكرانيين برأسي. دقائق بعدها استعان الحكم بصافرة لتثبيت ما رآه، ركلة جزاء. كانت ثقتهم كبيرة في الفوز وهم في طريقهم إلى الملعب، بيد أن النهاية لم تكن سعيدة. هزيمة في الأنفاس الأخيرة أجلت التأهل، لكنها لم تمنع الجماهير المغربية من التفاؤل والتطلع إلى تحقيق انتصار في المباراة القادمة أمام المنتخب العراقي. ريبورتاج عبد الفتاح مومن وبعثة القناة الثانية. هكذا كانت الأجواء بساحة جون جوريس في الطريق إلى الملعب. بعد نهاية المباراة تحول المشهد لحسرة كبيرة لضياع فرصة التأهل مبكرا وتفادي لعبة الحسابات الضيقة. كنا اليوم بغينا نحسموها وكل شيء، ان شاء الله باقي ماتش اخر، غيكون اخر ماتش ان شاء الله نكونوا في العطاء ديالنا، ويحاول المدرب يعطي شي وصفه، يعطي شي حاجه. الصراحه كانت مباراه صعبه، ولكن ما عندنا ما نديرو، الماتش الجاي ان شاء الله يعطيو كل شيء، وان شاء الله الرباح ان شاء الله وديما المغرب. رغم الهزيمه الجماهير وتمني النفس بتدارك هزيمه اليوم عبر الانتصار على المنتخب العراقي. الجمهور دار لي عليه، ان شاء الله نتسناو الماتش الاخراني، ان شاء الله نتكاليفاو، كنتمناو ان شاء الله الناس ان شاء الله نربحو. ديكو عندنا فريمون الامل على قبل الماتش الثالث وديما المغرب. غادرت الجماهير الملعب وقد ضربت موعدا للقاء بمدينة نيس التي ستحتضن لقاء الحسم الثلاثاء المقبل. ونبقى بفرنسا، فغدا إعلان شركة السكك الحديدية عن تعرضها لهجوم ضخم واسع النطاق قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. سجلت حركة القطارات السريعة تحسنا اليوم السبت، لكن الاضطرابات ما زالت قائمة. من جانبها فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في الهجمات، حيث أفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن العملية كانت محضرة بشكل جيد وتقف خلفها الهيكلية ذاتها، بينما أكد مصدر مقرب من الملف أن أي طرف لم يعلن مسؤوليته. في قطاع غزة تواصل إسرائيل استهداف المدارس، حيث قصفت مدرسة تأوي نازحين في دير البلح وأوقعت عشرات الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء ومئات المصابين. وبحسب وزارة الصحة في القطاع، فإن المدرسة تضم مستشفى ميداني وتقع ضمن المنطقة الإنسانية الآمنة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، ودعا النازحين من كل المناطق إلى الذهاب إليها. نعود إلى الخبر الوطني. عملية مرحبة تتواصل في جميع نقاط العبور بالمملكة، وعلى مستوى ميناء بن نصار بالناظور البوابة البحرية للجهة الشرقية تم توفير 8 بواخر لتأمين 40 رحلة في الأسبوع، وعدد المسافرين الذين عبروا هذا الميناء بلغ 168 ألف مسافر. المزيد من التفاصيل في ريبورتاج فؤاد العزوزي وعادل بوزكري. بميناء الناظور بن نصار رست هذه الباخرة القادمة من ميناء ألميريا الإسباني وعلى متنها أزيد من 880 مسافرا، أغلبهم من مغاربة العالم الذين دفعهم الشوق والحنين لتكبد عناء السفر.
لمعانقة الأهل في أرض الوطن، فكم منزل في الأرض يألفه المغترب، لكن حنينه يبقى أبدا لأول منزل. الاستقبال كان جيدا والرحلة مرت في ظروف حسنة، تغمرنا السعادة دائما عند زيارة بلدنا الأم. برشلونة إن شاء الله قدمنا من مدينة برشلونة بإسبانيا، وسنتوجه إلى مدينة الراشدية بحول الله. كل شيء على ما يرام، الطريق جيد وتنظيم عملية العبور في المستوى ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله. منذ بداية عملية مرحبا في الخامس من يونيو الماضي، بلغ عدد المسافرين بميناء الناظور بن ينصار أزيد من 168 ألف مسافر، بزيادة ناهزت نسبتها 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. رحلة خويا دازت بخير الحمد لله، كل شيء داز هو هذاك والحمد لله ونشكره. دخلنا البلاد ديالنا وفرحانين احنا مع لا فامي ونشوفوا فهمت لا فامي. الحمد لله جينا مزيان ووصلنا مزيان، اللهم لك الحمد. هذا ما كاين الحمد لله، معاملة مزيان، كل شيء مرتاح، كل شيء بخير، وصلنا دغيا وهذا هو الفضل. عودة ميمونة سالمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، مع ارتفاع في عدد المسافرين عبر ميناء الناظور بن ينصار البوابة البحرية للجهة الشرقية، الذي يؤمن حاليا أزيد من 40 رحلة بحرية في الأسبوع نحو 4 موانئ أوروبية، الموانئ الإسبانية مدخل وألميريا وبرشلونة، بالإضافة إلى ميناء السد الفرنسي. وبإقليم شفشاون انطلقت أشغال تجهيز مركز بابتازة بشبكة الصرف الصحي. المشروع رصد له غلاف مالي يقدر ب 51 مليون درهم، ويشمل إنجاز شبكة لتطهير السائل ومحطتين للمعالجة والتصفية ومنشآت للتجميع والتفريغ وإعادة استعمال المياه المعالجة. ربورتاج فاضل السعدوني وتحرير يونس رفيق. إعطاء انطلاقة أشغال تجهيز مركز باب تازة بإقليم شفشاون بشبكة الصرف الصحي هي بداية نهاية معاناة الساكنة مع تصريف المياه العادمة بشكل عشوائي، مشكلة مخاطر بيئية وصحية. كل شيء كيتشكى راه اختار من عرفتي من 70 ساكن اللي كاين هنا دابا كامل كتما الواد هابط قدام عرفتي قدام الوجوه ديال الدار، ما كنقدروش نحلوا الصراجيم. هذا الواد هذا والله الا قهرنا، ماشي عاد قهرنا وصافي، الدراري كلشي مريض والسبيطارات والحساسيه سقاتنا بالعيال، كلشي الصراجم مجدودين، ما نقدروا نطلقوا بالناموس ولا حتى شي حاجه. دابا ما قالوا عيصاغبوه، والله الا فرحنا صراحه، الله تفرحنا بزاف، والله ينصر سيدنا. بعد 20 شهرا وهي المدة المخصصة للأشغال، سيصبح مركز باب تازة مزودا ب 15 كيلومترا من قنوات الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليون درهم. ينقسم المشروع لشطرين. المرحلة الأولى يعني تجهيز مركز بقنوات الصرف الصحي، والمرحلة الثانية إنجاز محطة لمعالجة المياه يعني المجمعة. من أهم الأهداف ديال هذا المشروع اولا الحفاظ على البيئه وازاله التلوث بهذه المنطقه، ثانيا ربط المنازل كلها بشبكه الصرف الصحي. ومن خلال ربط الساكنه بشبكه الصرف الصحي ومحاربه التلوث يتحقق تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه بين القرى والمدن. وبالرباط نظم مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب والذي يرتقب عرضه على مجلس المستشارين في وقت لاحق. وطالب المحامون الغرفة الثانية بتصحيح ما وصفوه باختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن. المسائية متواصلة مشاهدينا الكرام وتتابعونا فيها أيضا. بحر بلا بلاستيك، حملة تحسيسية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية بشواطئ مدينة الدار البيضاء. مسجد محمد السادس بمدينة سانت إتيان معلمة معمارية ورمز يجسد قيم الإسلام المعتدل والعيش المشترك.
خلق جيل جديد من مؤسسات التكوين تتناسب مع الأنظمة الاقتصادية الجهوية وتستجيب لحاجيات المهنيين وتزاوج بين التكوين والتشغيل. تلك أهداف ورش خلق 12 مدينة للمهن والكفاءات الذي يعد العمود الفقري لخارطة الطريق الجديدة الخاصة بتطوير قطاع التكوين المهني. المزيد من التفاصيل في ريبورتاج مريم أملال. يتعين إعطاء المزيد من العناية لتكوين المهني بكل مستوياته وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب حسب متطلبات المرحلة مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة. أكثر من أي وقت مضى، النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة بوضعه في صلب النموذج التنموي الجديد للمملكة. دعوة ملكية صريحة للارتقاء بالقطاع ليغدو رافعة ذات أولوية لإدماج الشباب في سوق الشغل، فلا يمكن الرفع من تنافسية اقتصادنا إلا بتكوين يد عاملة مؤهلة. أهداف لن تتأتى دون تنويع وتثمين مهن القطاع وتحديث مناهجه البيداغوجية، وهو ما حرص جلالته على تتبعه شخصياً بالحث على التعجيل في وضع المقترحات والتدابير اللازمة لكل القطاعات المعنية لإعادة هيكلة شعب التكوين المهني وتبني معايير جديدة للجودة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات. في أبريل 2019 خريطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني أميط لثام عن توجهاتها الكبرى أمام أنظار جلالة الملك. خريطة طريق بركائز ثلاث: إعادة هيكلة عرض التكوين والرفع من مستواه، تحديث الفضاءات البيداغوجية وإنشاء جيل جديد من مراكز التكوين وتحديث أساليب التدريس، فضلا عن تثمين الرأسمال البشري. خريطة الطريق اللي تقدمت قدام صاحب الجلالة في 2019 اللي كتهم في الشق الأساسي ديالها هو إحداث مراكز تكوين من الجيل الجديد، واللي كتعرفوا الآن اللي بدأت في التكوين ديالها واللي تسمى مدن المهن والكفاءات، كما أنه جودة التكوين كتجلى أيضا في الأقطاب اللي كنكونوا فيها في مدن المهن والكفاءات واللي كتوالم الحاجيات ومتطلبات سوق الشغل الجهوية. عناية ملكية سامية ثابتة لتحسين جاذبية التكوين المهني، من بين تجلياتها افتتاح مؤسسات جديدة للتكوين بجميع الجهات وفي شتى القطاعات: الصناعات الغذائية، صناعة السيارات والطيران، السياحة والصحة، فضلا عن إطلاق المدن الجديدة للمهن والكفاءات المزمع افتتاحها في جهات المملكة 12، حيث أشرف جلالة الملك شخصياً على تدشين رابعها منذ عام تقريباً بجهة الرباط سلا القنيطرة. مدينة المهن والكفاءات بتمسنا صرح تكويني يأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل. فمثلاً هنا ستة أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية وتكوين يعتمد على التعلم بالممارسة عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني، يخوض خلالها المتدربون تجربة تكوينية مهنية حقيقية. تتركز بشكل مكثف بشكل شامل على لابرونتيساج ديال لي مودول ديال سبيسياليتي ولاكيزيسيون ديال لي سوفت سكيلز. ابري هادشي كامل اللي تنتعلمو تنطبقوه في ديزاتولي دو ديرنيير جينيراسيون. فضاء تكويني بقدرة استقبال سنوية تبلغ 3500 مقعد بيداغوجي، وورشات تفاعلية لإغناء وتعزيز آلية التكوين بهدف الاستجابة لحاجية المهنيين المتنامية من الكفاءات المرتبطة بالقطاعات الأكثر طلباً في سوق الشغل. ورشات تفاعلية اللي غتمكن المتدربين من أنهم يكتسبوا مهارات مهنية تطبيقية في مجالات مختلفة، على سبيل الذكر الكهرباء، الميكانيك، مهن السيارات، وكذلك كل ما يخص الجودة والسلامة والصحة.
هذا الفضاء كيتوفر على معدات عديدة لمتطورة واللي كتحاكي ما يوجد في سوق الشغل. أقطاب متنوعة بمدن المهن والكفاءات تجمعها بنيات مشتركة، لا سيما مركز اللغات والكفاءات الذاتية لتلبية الأهداف البيداغوجية. فبتخرج المتدرب يكون متمكنا من اللغات ومن أدوات التواصل والإبداع والتكيف والقيادة، التأقلم والمرونة والعمل الجماعي. لا سي ام سي كتوفر لنا جميع الظروف الملائمه، اهمها قاعات مجهزه باحدث التقنيات، اطر ومدربين كفء اللي كيدرسونا بطرق بيداغوجيه حضوريه وعن بعد. كاكتساب اللغات كيمنحنا تميز باننا ندامزوا في سوق الشغل ونحصلوا على وظائف مهمه مع مؤسسات اجنبيه ووطنيه. المدربين ديالنا كيخدموا معنا بواحد الطريقه بيداغوجيه اللي كتحفزنا اننا نكتسبوا واحد المهارات وقدرات اللي كتمكننا من اننا ندخلوا لسوق الشغل كل ثقة في النفس وأريحية. قفزة نوعية إذن شهدها قطاع التكوين المهني بفضل العناية الملكية. طاقة استيعابية إجمالية تصل اليوم إلى أزيد من 400,000 مقعد بيداغوجي على المستوى الوطني وما يزيد عن 200 مؤسسة تكوينية، إلى جانب مدن المهن والكفاءات بشعب تقارب 300 تخصص، مع الانفتاح على مهن المستقبل كتلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأوفشورينج الرقمي والصناعات التطبيقية. رؤية ملكية متبصرة وعناية خاصة إذن لقطاع التكوين المهني من خلال الرفع من جودته وجعله قادراً على تلبية حاجيات سوق الشغل وتعزيز التنمية الشاملة بالبلاد. وفي إطار عملية بحر بلا بلاستيك التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، نظمت بشواطئ مدينة الدار البيضاء حملة تروم التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها والتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي. ريبورتاج حمزة أيت مسعود. لشاطئ بدون بلاستيك يتعبأ الجميع هنا بشاطئ عين دياب، دينامية ونشاط من الكل للتحسيس بمخاطر التلوث وأهمية الحفاظ على البيئة، بالموازاة مع رفع اللواء الأزرق للمرة التاسعة في هذا الشاطئ. الهدف ديالها بطبيعة الحال هو تحسيس على خطورة النفايات البلاستيكية، وكذلك إدماج بعض الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية اللي منها الاقتصاد الأزرق، حيث كتشهد كذلك المشاركة ديال واحد مجموعة تعاونيات اللي كتقوم بإعادة تدوير الشباك، تربية الطحالب. تنظيف وتحسيس هي أبرز مضامين الورشات المختلفة التي استفاد منها الأطفال، ورشات تدور في فلك التعريف بالبيئة البحرية وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية. احنا جينا هنا المشاركة في بحر بلا بلاستيك، الدور الهام اللي كتقوم به التعاونية ديالنا في استزراع الطحالب البحرية اللي هو مشروع صديق للبيئة. الأطفال ما كيكونش عندهم واحد الدراية على شنو كاين في القاع ديال البحر، وحتى هما كيتفاجئوا، يعني راه كنشوف الرد ديال الفعل ديالهم كيفاش كيغياجيو مع البئر، وكيسقسيونا اسئله وحنا كنحاولوا نجاوبوهم. تعلمنا فيهم بزاف ديال الحوايج، بحال نديروا اعاده تدوير البلاستيك، كيفاش نقدروا اننا نصيبوا شبيكات باش على قبل اعاده التدوير. كل فرد فينا انه يدير الدور ديالو باش انه ينقص من الاستعمال ديال البلاستيك. خاص يكون تحسيس بهذا الشيء لانه كيضر البيئه وكيأثر لنا حتى على الثروات. جعل الشاطئ فضاء ترفيهيا يليق بالمصطافين ويحترم المعايير البيئية العالمية في مواجهة الأخطار المحدقة بالحياة البحرية هو التحدي المرفوع هنا، وتحقيقه يتم بسواعد شباب واع بالتحديات البيئية. حياة بحرية سليمة توازي سلامة حياة الإنسان. وخلال فصل الصيف يتنامى إقبال المصطافين على الشواطئ بمختلف المدن الساحلية بالمملكة، ويرافق هذا الموسم تخوفات من الإصابة بأمراض شائعة كضربات الشمس، وخاصة بعد الارتفاع الذي شهدته درجات الحرارة. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا ضيفا في بلاطو المسائية الدكتور الطاهري شفيق. دكتور أهلا بك. مرحبا أستاذ خالد. بداية، ما هي المحاذير والمخاطر التي ينبغي للمصطفين الانتباه إليها؟ تماما، مع ارتفاع درجة الحرارة اللي كتشدها البلاد ديالنا، أول الأخطار اللي كنخافوا منها من المصطفين هو الإصابة، كما شرتي في التقديم ديالك، الإصابات الضربات الشمسية
ولا لي كود سولاي اللي يمكن ليها تعرض لنا الى احتراقات جلديه دي بغيلور برومي ولا دوزيام دوغري، زائد التعرض الى الاجتفاف، لان التعرض للشمس بمده كثيره كيعرض لنا الاجتفاف، وخاصه بعد الفئات العمريه سواء الرضع الاطفال الرضع ولا الاشخاص المسنين اللي كيكونوا متعرضين للاجتفاف اكثر من الاشخاص الاخرين، زائد على المشكل ديال التلوث، مشاكل ديال التلوث، مشاكل ديال التسممات الغذائيه اللي كيكونوا بزاف في المصطفات وكيكونوا في الشواطئ اللي كنشهدوها بكثره في هذه الايام. إزاء هذا الوضع هذا وهذه المخاطر والمحاذير، أشنو الاحتياطات اللي تنصحوا بها الناس أنهم الاحتياطات اللي كنصحوا الناس هو ما نتعرضوش للشمس بفترة كثيرة، ما نبقاوش معرضين للشمس بواحد المدة طويلة، نحاولوا نتفاداو التعرض للشمس في بعض الأوقات اللي كتكون فيه الشمس حادة في فترة القيلولة، خاصة ما بين 12 حتى ل 5 د العشية. ثانيا نشربوا الماء بزاف، نكونوا متسلحين بالماء، نشربوا الماء لأن خصنا مع التصبب العراقي مع التعرض للشمس الدات ديالنا تخرج الماء، وذاك الكميه ديال الماء اللي خرجنا خصنا نعاودوا ندخلوها، اذا خصنا نشربوا، نحاولوا نتفاداوا الاشعه الشمسيه ونحميوا الاكتريا الرؤوس ديالنا بالقبعات، نكونوا عندنا ذاك الشماسات باش ما نكونوش معرضين بزاف للاشعه الشمسيه. ثالثا نستعملوا الكريمات الشمسيه الواقيه من الشمس اللي كتقدر تبعد علينا ذاك الضربات الشمسيه. ثالثا تجنب المجهود البدني والحركه الرياضيه، وهذا اللي كنشوفوا المصطفين ديالنا كيديروه بزاف، كيتعرضوا للشمس، كيديروا الرياضه بزاف وما كيشربوش بزاف، هذا كله كيؤدي للاجتفاف ولا للضربات الشمسيه. فيما يتعلق بالاطفال اللي هم عاده تيكونوا مرافقين للاباء ديالهم، الاطفال خصنا نشربوهم الماء بزاف، خصنا نحميوهم، خصنا ما نخليوهمش معرين النهار كله، نكونوا لابسين حويجاتهم الا الا بغاو يستحموا، يكونوا واقين راسهم بقبعه صغيره وما يكونوش بزاف في الشمس. وحاجه اخرى مهمه اللي كنأكد عليها هو بعض الاشخاص كيكونوا تحت الشمس كتكون الحراره ديالهم بزاف، كيمشيو ذاك الساعات كيجريو وكيتلاحوا في الماء، لا، الواحد قبل ما يوصل يستحم خصو يرطب الجسم ديالو ويحاول يفرق ذاك الفرق ما بين الحراره ديال الماء والحراره ديال الجسم ديالو. الدكتور الطاهري شفيق، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. شكرا لكم. وبإفران يعد المخيم الجبلي رأس الماء الممتد على مساحة تقدر بنحو 76 هكتارا أحد المراكز الأكثر استقطابا للأطفال واليافعين المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم الذي يتطلع هذه السنة إلى استقبال أزيد من 80,000 مستفيد موزعين على 37 مركزا. ريبورتاج أسامة أفقير وحمزة الصالحي. المخيم الجبلي راس الماء بإقليم إفران يستقطب المئات من الأطفال لقضاء عطلتهم الصيفية وسط سحر الطبيعة الخلابة. هذا المخيم يمتد على مساحة تقدر ب 96 هكتارا. أنا أول مرة نجي لمخيم إفران راس الماء، وتعلمنا بزاف الحوايج اللي يقدروا يعاوننا في من كبروا، منها أننا نوضوا بكري، نصلي في الوقت، نجمع حوايجنا، نعتمد على راسنا، نضبطه، نحترموا الكبير ونحترموا بعضياتنا. في هذا المخيم وفي كل مرحلة من مراحل التخييم الخمسة يستفيد أكثر من 1000 طفل من مختلف الأنشطة التربوية الترفيهية والتثقيفية. أول مرة نجي لراس الماء، عجبني هاد التنظيم اللي كاين في هاد المخيم، كنلعبوا شحال من حاجه وكاين العاب وشحال من حاجه وتعرفت على اصدقاء جداد. يستفيد من هذه المخيمات اطفال جمعيات المجتمع المدني من مختلف مناطق المغرب، بايضا برنامج تربوي متنوع، وايضا بحضور شركاء اساسيين للبرنامج الوطني للتخييم سواء على مستوى القطاعات العموميه او القطاع الخاص، واساسا من خلال الفعاليات التي تستفيد وتقدم أطر تربوية استفادوا من برامج تدريبية في هذا المجال. جهة فاس مكناس تتوفر على 17 مخيما وتفوق طاقتهم الاستيعابية 20,000 مستفيد ومستفيدة طيلة أيام موسم الاصطياف.
تحت شعار الشطرنج وتنمية العلاقات التجارية والأعمال، احتضن مركز تطوان للفن الحديث ماراثون الشطرنج بمشاركة أبطال مغاربة وأجانب. وسعى منظم هذه المسابقة إلى تحقيق رقم قياسي جديد والترويج للعبة محليا ودوليا. ربورتاج فاضل السعدوني وتحرير يونس رفيق. في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأكبر عدد مباريات خلال 24 ساعة، التأم 100 لاعب شطرنج بمركز تطوان للفن الحديث في ماراثون الشطرنج الخاطف. الحمد لله بارتيسيباسيون كانت مزيانة، الحمد لله غادي مزيان، غادي دابا الفوز دوري. وشاركت تقريبا أكثر من 50 دوري وبطولات دولية كبار كزونال، بطولة إفريقيا. نحن هنا في تطوان، ظروف اللعب جيدة جدا، هناك أزيد من 100 لاعب. أنا حاليا أتصدر هذا الماراثون. المسابقة لا زالت طويلة، لا أعرف كم أملك من النقاط، 9.5 على 10 أم 10.5 على 11، لا أعلم. بتركيز كبير يدير المتسابقون لقاءاتهم في هذه المسابقة التي جمعت العديد من أبطال الشطرنج المغاربة والعالميين، كما كان للأطفال موقع في المسابقة، والغاية نشر لعبة الشطرنج على المستوى المحلي والدولي. أنا دابا لعبة في واحد ماراثون 23 تيليخونت، دابا لعبنا 11 تيليخونت، أنا عندي 6 تيليبوان. هذه الدورة هذه الهدف ديالها هو تحطيم الرقم العالمي القياسي ديال موسوعة غينيس لأكثر المباريات اللي تلعبت في 24 ساعة. إذا في الماراثون عندنا 23 جولة وكيلعبوا لي بارتيسيبون كاملين، ما كاينش واحد كيتسكاليفيا. وشكلت النسخة الثانية لماراثون الشطرنج الخاطف تحديا بالنسبة للمنظمين، يجمع بين متعة اللعبة وتحقيق رقم قياسي جديد. سنة 2012 تم تدشين المسجد الكبير محمد السادس بمدينة سانتيتيان، ولم تمضي سوى سنوات قليلة حتى أصبحت هذه التحفة المعمارية رمزا يجسد قيم الانفتاح والإسلام المعتدل والعيش المشترك وحصنا ضد جميع مظاهر التطرف. ربورتاج عبد الفتاح ممنى وبعثة القناة الثانية. المسجد الأعظم محمد السادس بسانتيتيان أكبر مساجد الجهة، بني سنة 2012 ليشكل معلمة دينية وقبلة لمسلمي المدينة. مورغان غالي إمام وخطيب فرنسي أعلن إسلامه واختار المغرب لتلقي تعليمه الديني، عاد إلى فرنسا ليؤم الجالية الإسلامية مستفيدا من جودة التعليم الذي أرسى أسسه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. درت التكوين ديالي في المعهد في الرباط، يعني تقريبا 3 سنين ديال التكوين، والحمد لله يعني الان انا يعني امام ريفيرون تبع اتحاد مساجد فرنسا اليو ام اف. من البدايه كانوا المحسنين تجمعوا فلوس، ومن بعد سيدنا نصر الله هو اللي كمل سميتو المسجد، هو اللي دار الزخرفه والفراش وكل شيء. سيدنا المغاربه وكل شيء وجميع الاجناس، ولكن المغاربه اللي هما مكلفين بكل شيء. Tous les musulmans viennent, que ce soit les Algériens, les Tunisiens, les Turcs, les Sénégalais, tout le monde est bien accueilli. C'est la plus grande mosquée de la ville. Mashallah, elle est super jolie, on est super bien accueillis. كأنك في مسجد من مساجد المدن المغربية العتيقة بشكله المعماري والجمالي الذي يجسد فن العمارة العتيقة كأنماط الزخرفة والأسلوب التقليدي في بناء الصومعة والمأذنة وتزيين باحة المسجد بالزخرفة الأندلسية، كل هذا بأنامل صناع مغاربة. المسجد محمد السادس اللي هو مفخرة لنا كمغاربة، يعني هو تتويج للسياسة الدينية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أزيد من 3000 مصلي هي الطاقة الاستيعابية للمسجد، والذي في بضع سنوات تمكن المسجد الأعظم محمد السادس بسانتيتيان من فرض مكانته كرمز حقيقي لمقاطعة لاغواغ الفرنسية، يجسد قيم الانفتاح والعيش المشترك في هذه المنطقة الواقعة جنوب شرق فرنسا.
ونختم المسائية من الرباط التي تعد معقلا للموسيقى الأندلسية وفن المديح والسماع، ومدينة أنجبت روادا وأعلاما وكانت لها وما زالت يد بيضاء على هذه الفنون الموسيقية، حيث يحرص فنانون وفعاليات من المجتمع المدني على تبليغها للأجيال الناشئة وتلقينها. ريبورتاج أسامة غرامي وتحرير محمد بوبكار. ألحان وكلمات تتناغم في سيمفونية عنوان والسمع والمديحة. بحركته الدقيقة وصوته العميق يسرد الحكايات وينقل المعارف. عبد الفتاح الخليطي يسافر بمن بجواره إلى عوالم السمع والمديحة بما فيها عوالم فن الملحون، مستلهما من تجربته الطويلة وفهمه العميق لجمالية هذه الفنون. احنا بدينا بواحد الاشخاص السنه الاولى اللي كان العدد شي شويه قليل، وحنا كنشوفوا الحمد لله الان العدد ديال الكورال كيتجاوز 60 ديال الاشخاص. هذا دليل بلي ان المغاربه الحمد لله بمختلف الاعمار ديالهم متشبتين بالفن المغربي والثقافه المغربيه الاصيله، وخاصه فني المديح والسماع والموسيقى الاندلسيه. معنا اطباء، اساتذه، محامين، علماء، يعني كنرتشفوا منها رحيق العلم مختلف الانواع ديالو، ومنها اننا كننسجموا الجمعيه كتعمل على اللمه. أطباء ومهندسون ومن مختلف المهن والمجالات، بين شباب متحمس لاستكشاف التراث ومن يحملون ذكريات الماضي. الحالة الجديدة اللي قلت لي هذا العالم الجديد ديال التقاعد، تأيت أنني نختار هذا المجال هذا الفني. كنعيش واحد الجو عائلي داخل هذا النوع من الفن الجميل. كنطلقوا قصائد دينية اللي من خلالها تتخلق فينا واحد الروح جميلة جدا. أنا أصغر فرد في هذه المجموعة، وهذا الشيء كيجعلني نفتخر براسي ونزيد نتطور في هذا الدومين. هذه الجمعية عطتنا واحد الروح من خلال السيمانة المديح والسماع. كنستافدوا من دروس المديح والسماع والملحون كذلك باش نحافظوا على هذا الموروث الثقافي. تلتقي نغمة العود بكلمة الشعر العريقة لتجسد جمعية شمس المحبين للمديح والسماع الصوفي جوهر الثقافة المغربية بكل تفاصيلها. بهذه المقطوعات الموسيقية من الموسيقى الأندلسية وفن السماع والمديح نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العرض الإخباري، وقبل توديعكم إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء في النشرة. المنتخب الوطني الأولمبي ينهزم أمام نظيره الأوكراني بهدفين لهدف ويؤجل تأهله إلى ربع النهائي. عملية مرحبة متواصلة في جميع نقاط العبور، و 168 ألف مسافر عبروا ميناء بن نصار بالناظور. وبمدينة شفشاون اعطوا انطلاقة تجهيز مركز بابتازة بشبكة صرف صحي، مشروع رصد له أزيد من 50 مليون درهم ويرم تطوير البنيات التحتية. وضمن سلسلة الروبورتاجات الخاصة بعيد العرش تناولنا ورش مدن الكفاءات والمهن الهادف لخلق جيل جديد من مؤسسات التكوين. وللاطلاع على مزيد من الأخبار يمكنكم مشاهدينا الكرام زيارة موقع القناة الثانية دوزان.ma أو تطبيق ماي دوزان. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.